السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، اشتراكم الإخوة لاباس. الموضوع اللي نطرق له اليوم هو صياغة الدستور الجديد اللي شكلت لجنة كبيرة باش تعدل في الدستور. الشيء الخطير والخطير جدا في هذه المسألة هو أن هذا الشخص اللي يترأس هذه اللجنة إنسان فرنكوفوني من رأسه حتى أخمص قدمي. تسمع، احنا ملي كنا نحاربوا في اللغة الفرنسية والحكايات نتاع التبرديع هذيك نتاع نحطوا الإنجليزية باليش وش كاين، ظهرت خرطي في خرطي. ما على باليش انا صراحة الجماعة، والله ما على بالي وين رايح الامر. فهموني انتوما برك وين رايح الامر هذا، خاطر راسي راهو حبس. انا قلنا بالك ميلاد الجمهورية هذه فيها خير، ولكن حسب ما نشوف الأمور ما تشجعش خلاص. إذن راكم تشوفوه يتكلم في لاشين تروا، ولا لاشين تروا كما تعرفوا هي الوكر تاع الأفعى كما يقولوا، هي اللي تدير إذا انترفيو اللقاءات الصحفية مع الشخصيات الكبيرة اللي يتكلموا باللغة الفرنسية، يعني اللي فرانكوفون. إذن الإخوة الكرام، نتمنى لكم التوفيق، ونتمنى إن شاء الله استجابة واسعة من طرفكم في تحليل هذه القضية المعقدة. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسونا بالاشتراك، سبسكرايب، أبوني، وتفعيل الجرس.